عودة لكم لمتابعة آخر قسم من أنت أدم. مثل العادة نستقبل ضيف من أهل البيت بستوديو أنت أدم من الأم تي في. حلو الواحد يكون أدى لما بيعترف بنجاح غيره، حلو الواحد لما بيقدر إنه في عمل ناجح وفي شخص عنده اندفاع وعنده موهبة عم بيشتغل لحتى يوصل رسالة سامية. الشهرة ما بتعنيه، الهدف هو الدراسة والثقافة والصوت الحلو والعمل المميز. جهاد محفوظ أهلا وسهلا فيك. ميرسي، أهلا وسهلا فيكم. أهلا وسهلا فيك بأنت أدى. حبيت هالمقدمة هيك ارتجالة لأنه فعلا أنت من الأول الأشخاص اللي أنا سمعت أغنيتك مش عاجبك لون السما. كنت بمشروع بالجامعة دقيت قلت له جهاد لازم تطلع على المسرح وما كنت عندي أي صلة فيك وما عندي أي علم، يعني ما عندي أي. وهذه كانت أول مرة بطلع فيها على مسرح بغني هالأغنية يعني. ومن وقتها بتذكر قد إيه كانت عاملة هالغنية ضجة. الحمد لله. هل قد حلو الشاب يغير لون السما لصبية؟ هل قد كان بدها؟ تاري ما بعرف شغلة قليلة حتى هالقد تفاجئوا فيها، بس الحمد لله يعني عملت لي إذا بدك شيء صعوبة لبعدين، يعني ما عم بعرف من بعدها شو بدي نقي يعني. صرت مزبوط نزلت من بعدها أربع أغاني وهلا يعني بتحس إنه صعب الواحد لما يبلش دغري بعمل ضارب. صح، صعب كتير، و يعني خاصة إنه لما يكون الإنتاج قليل. يعني لما تكون من بثلاث أربع سنين من بعدها عامل بس أربع أعمال هذا قليل، حتى يعني بدك تكون من بعدها عامل لك شي 30 شي عمل تبين انه لانه شي واحد وزيها او شي هيك. حتى كمان اليوم جهاد كبار الفنانين عم بيحكوا كمان اليوم على الكلمه، قديش حتى الشعراء ان كان بمصر ان كان بلبنان على الوضع اللي عم نعيشه. بتحس كمان الواحد ليكون عنده مساحه للابداع بده يكون في عنده طمانينه، بده يحس انه المستقبل الوضع مطمئن، بيطمئن، بخليك تستثمر، بخليك تكتب. حتى هالامور عم بتعاني انت منها اليوم. اكيد طبعا، يعني كل الشعب العربي عم بيعاني منها، مش بس نحن، وهذا شيء يعني ما بعرف ان شاء الله بيكون نهايته قريب ان شاء الله، لانه خلص ما بقدرين. بس انت عملت حسابك قلت بدي اكون قدها، بدي افتح استوديو، بدي سجل. اكيد صح صح، من شي تقريبا 6 اشهر بلشت توزيع. لمين عم بتوزع؟ هلا في عندي 4 اغاني صاروا تقريبا على الميكس والماسترينج، صرنا على اخر يعني هن لشباب مبلشين جديد. أوكي. عم جرب قد ما في انه يعني تدعم كمان المواهب الجديدة، ساعدهم قد ما بقدر يعني بالاشياء اللي هي قادرين نقدمها، وأمام تاو قادر انا كمان سجل اغاني. كمان صار في عندي 3 اغاني جاهزين لإلي، حنحكي فيهم اكثر وحنسمع شيء اكسكلوزيف كمان بي انت أدى سريعا. أكيد. وجهاد تعرف مبدا ملعبتنا ومبدا برنامجنا انت أدى، نتلقى الاتصالات معك واكيد يكون في عنا رابحين. تفضل خذ اول اتصال. الو، بفقرتك يعني اول اتصال. طبعا. الو، رمضان كريم. رمضان كريم، يا اهلا. السلام عليكم. وعليك يا رب. مين معي؟ هادي. وين عم تحكينا؟ من صيدا عم بحكي. اليوم هادي معك جهاد، بدكم تكون اثنيناتكم قدا. جهاد موجود هون لحتى يساعدك. ايه انا بدي ربح الكل هلا. خلص ساعدهم، عندك كل شيء تمام. طيب هادي مننقي رقم. اوكي هادي. أوكي. اذا خيرتك هلا بما انه جهاد موجود، شي لعبه من الالعاب عبالك تلعبها؟ شو اكثر لعبه هيك مفضله عندك؟ هلا المثل منيحة. المثل منيحة، حفظت الأمثال عرفتون؟ يعني؟ طيب جرب حظك وكون قدها ونقي لك شي رقم. 21. يلا نشوف رقم 21 شو مخبي لك يا هادي. معلومات عامة. اوكي. شو يا هادي؟ شو جهاد؟ تمام. معلومات عامة، خلص اتكل علي. يعني حنحكي شوي جغرافيا، حنحكي شوي. لا بدك تساعده، بعرف بدك تكون قدها اليوم. لازم لازم اكيد. هادي انت قدها؟ قدها. جهاد انت قدها؟ ايه طبعا. مع جهاد قدها. يلا. السؤال بيقول شو هي الدولة اللي منلاقي على علمها خريطتها؟ استشير صديقك جهاد بيساعدك. يلا اوكي. هيني هيني هيني. بلد هي دولة قريبة كتير على بلدنا. اوكي. واجنبية. اكيد اجنبية. وقبرص. يا ويلي منك شو قوي. برافو عليك. انت قدها، الف مبروك لك هاني. يعني اليوم مثل ما قلنا سايبرس، هلا عم نشوف اكيد العلم اللي بيفرجينا الخريطه، يعني كمان بتحمل علمها يعني موجوده هنيك. ومثل ما عم نعرف انه كمان قبرص في مشاكل اقتصاديه عم بتكون موجوده هنيك، ان كان بين قبرص اليونانيه وايضا كمان المشاكل اللي عم بتصير افلاس البنوك والى ما قالت اليه الاوضاع الاقتصاديه حتى بقبرص. حتى بقبرص صح. بس احنا عندنا بلبنان السبونسرز كتر خيرهم على طول موجودين معنا. فياجر بيقدم لك جايزه قيمه يا هاني. بدي احكي معك شوي جهاد على فقره hydepark.tv اللي كمان بيحملوا عليها هيك فيديوز مهضومه. موضوع امبارح كان الاوف، كيفك انت والاوف؟ تمام. سمعنا شيء اوف.
اوم فوم 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 يا واي. الله بس انا اللي اكيد منه ما في ولا اوف مثل هاي حدا حملها. خلينا نشوف التوب 3، نشوف المركز الثالث مين احتله من عدد المشاهدات. طلبت منه للمشاهدين وايضا كمان للاصدقاء انت ادى انه يحملوا اطول اوف، او اذا كمان شي صبيه عبالها تزلغت فيها تزلغت لها شي زلغوطه، ما بعرف شو طلع معهم، بس بعرف انه الفيديو اللي احتل المركز الاول حقق حوالي 437 فيوز باقل من 24 ساعه. هاي يعني رقم كثير حلو اكيد، وجايزه قيمه حتكون بانتظارهم. بنشوف التوب 3. احلى زجل اوف اوف اوف، قطشت مرتين معه. ايه وبس انه وصل يكمل. جهاد قبل ما نكفي على التوب 2، قل لي شو مشروعك؟ عم تقول في ثلاث اغاني، في غنيه بعرف انه قريبا كمان من الحانك وكتابه والدك. صحيح. شو بتقول؟ الوالد الله يرحمه هو موسيقي، ما بحياته كتب شيء، بس في عنده كان محاوله مره وكانت مهدات لامي يعني. وثاقبت عنه عم بنبش بوراء طلعت بين ايدي. وحبيت لحنها وعملتها هيك شيء خفيف سريع. شو بتقول؟ بتقول قلت لك بغار عليك انت بغار على شعرك الطاير لو غط لحظه وطار. حاسمع غنية اما بعد ما نشوف التوب 2 يا دي هايد بارك. صحيح احتلت المركز الثاني، بس واضحة انه البنت مش عم بتزلغت لانه عم تضحك، لانه انت عندك بنت كمان وحيدة الله يخلي لك اياها. اذا هلا عم تسمعنا شو بتغني لها؟ من اغنيتك الاخيرة، من ايه؟ الجديدة الجديدة اللي بتطلع اكسكلوزيف انت قدها غناء. قلت لك بغار كتير كتير بغار عشعرك الطير لو غط لحظة وطار، شو بعمل يا صغيري رح تقتلني الغيري، لو صفيت كبيري بكره وصرت خطيار رح غار. الله صوتك اكيد مثل العاده حلو، انت مثل ما بتقول العلم هو السلاح، وانت شخص يعني كمان بيعزف عود بحب الاله بيتذوق الفن. كل التوفيق ان شاء الله بتكون هيت من انت قد كل التوفيق لك. بنشوف التوب 1 يلا يلا سوا. ألف مبروك لك، جايزة قيمة من عام الطحان بقيمة $500، مهضومة إنه كلهم اشتركوا مع بعض. عم بناولوا بعض، إيه إنه خلص هيك عم بتساعدوا يعني، بتقطم من هون بتلاقي في أوف من ورا عم بتضيعنا، بس جابت عدد كتير كبير من الفيوز. ألف مبروك لإلها. ما تنسوا hydepark.tv/mtvlebanon، بدنا بكرة بوش أبس 30 ثانية لمدة دقيقة، قد ما كنتوا مهضومين قد ما عندكم فرصة تطلوا بهيدا الوقت عبر أنت أدى. جهاد أنت كنت بكأس النجوم كمان وشاركت فيها، خبرني قد إيه مهم تشارك اليوم ببرامج من الهواة، أنه كمان برنامج عم تطلق هواة اليوم عم نشوف فيه إنتاج ضخم. صح. بينما أنت بالسابق إنتاج كان ضئيل بهديك الأوقات، كانت يعني إذا بدك كليا غير يعني، كانت الكاتيجوري أنه بنقوا أصوات وفي حدا شخص أو شخصين وبعدين الشغلة بتصير كل 4 سنين. كان يعني كانت الشغلة
ما بعرف اكثر مضايقه بتحسها ما كان مثل اليوم. اليوم عندك فضائيات مزبوط. عندك يعني حتى بتذكر اللي كانت تحكين في عندك كان يعني روميو لحود كان عندك اصلا اللي اسس يعني استوديو الفن وكاس النجوم المخرج سيمون اسمر. صحيح. قديه بتحس انه اليوم انت ما تلاقيت دعم من حدا ما تلاقيت دعم من سيمون اسمر ما تبنيك انا وقت قدمت على كاس نجوم كنت صغير يعني كنت مش بوارد امضي الكونترا عرض علي الكونترا بوقتها وانا كنت بعدني مش مكمل دراستي وكنت مصر انه كمل دراستي قبل ولما كملت دراستي وصرت حاسس حالي جاهز لقيت انه كان الجو صار غير كانت الدنيا بس سيمون اسمر ومكتب سجل الفن صارت الدنيا غير صار شرك انتاج تلفزيونات فضائيات ان شاء الله بنشوفك هيك على طول متالق وكل التوفيق لاغنيتك الجديده اللي اطلقتها عبر انت قد بدي عايدك اكيد بحلول هالشهر الفضيل ومتلاقيك اكيد على عيد الفطر حتكون بلبنان 100% رح كون بلبنان بمطرحين بسن الفيل بملحم وبويليام تشيز كتار على انتظارك حيكونوا اللي حيكونوا على الموعد وراح ينتظروك بدك تقدم لهم احلى اغنيتك جهاد انا بشكرك على حضورك لا انت قد وانتم مشاهدينا ما تنسوا تضل كن أدى على شاشتكم شاشة الام تي في بكرة بيتجدد الموعد الساعة 6:30 المساء مع ضيف جديد وألعاب جديدة باي. Thank you.